هذا بالنسبة لي للمدرب. وعندنا كرة حلوة، جول، الله الله، الجزيرة يقلص الفارق من كرة بعيدة، لكن حارس المرمى محمد يوسف أخطأ في الإبعاد وفي التقدير لتستقر الكرة في الشباك. سلطان الشامسي أرسل كرة مفاجئة وحارس المرمى مرت من القفازين، عدت من الحارس على سلطان الشامسي، كرة خطيرة وفرصة، والبديل يحاول خلفان مبارك لازال يحاول، فرصة خطيرة جدا، تصويب، الله، دياغو نيفيز، هذه أهدافه وهنا إبداعاته وتألقات هذا النجم البرازيلي. هدف كبير من لاعب كبير بأسلوب مميز لا يسجل إلا دياغو. شوف التمريرة، الدوران، التصويب بالقدم اليسرى، لا تصد لا ترد، الجزيرة يخلص الفارق بهذا الهدف الجميل والمميز من اللاعب دياغو نيفيز. لاعب، الأمور الآن أصبحت 3-2 لمصلحة الشارجة، لكن محاولة جزراوية خطيرة، الله الله، البديل يفعلها خلفان مبارك، اللاعب الشاب يعيد الجزيرة إلى 3-3. هذا هو فخر أبو ظبي، إرادة، تحدي، عزيمة، إصرار، هذا هو الجزراوي يا سادة، هذا هو خلفان مبارك. بديل براقة يقول لبراقة شكرا شكرا يا براقة، انك اعطيتني الثقة في الشوط الثاني، ويكافئ مدربه بهذا الهدف الجميل في سقف المرمى، حرك شباك الملك وحرك قلوب الجزراوية فرحا وطربا بالتعديل. يا لها من عودة ويا لها من مباراة مثيرة. فخر أبو ظبي لا زال يحاول، وكرة في المكان الممتاز، كرة خطيرة، مستحيل، زيرة يقدم عمل رهيب، عمل خيالي، المدافع يقلب الطاولة ويسجل رباعية جزراوية، فخر أبو ظبي، يا لها من مباراة مثيرة. جمع عبد الله والجزراوي في أفضل حالاته، في أفضل مستوياته، في أفضل لحظاته، بالرأس، غيروا، بدلوا، حولوا، قلبوا الطاولة. الفريق الذي كان متأخر في الشوط الأول بالثلاثة أصبح الآن متقدم بالأربعة. وصفة براقة.